معنا الآن من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، ومعنا من الدوحة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي صالح غريب، ومعنا من واشنطن الدكتورة سحر خميس أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند، ومعنا من العاصمة الأفغانية كابول الدكتور حمزة مؤمن حكيمي أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سلام. أهلا بكم جميعا في العالم هذا المساء. وسأبدأ معك دكتور حمزة في كابول لأسأل عن هذه الحكومة الشاملة، تقول طالبان شاملة لمن تحديدا؟ تحياتي لكم ولضيفكم الكرام وللسادة المشاهدين. أرى أن طالبان هذه الأيام منشغلة وقادتهم مشغولين في تشاورات واسعة لتشكيل الحكومة المستقبلية تشمل جميع الفرق السياسية الموجودة في البلد بمن فيهم من المسؤولين الكبار في الحكومة السابقة والقادة الجهاديين من الأحزاب الجهادية السابقة والموجودة في البلد، وأيضا ممن يدعون مقاومة شعبية جديدة ضد طالبان ويريدون بدء مقاومة شعبية جديدة المتحصنون في ولاية بنشير. هل تبلور عن هؤلاء قيادات سياسية وكوادر يمكن ضمها؟ هل تبلور عن هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مقاومة شعبية كوادر يمكن أن تنضم لحكومة؟ نعم، عندهم كوادر، عند جميع هذه الفرق كوادر كانت موجودة في الحكومة السابقة، في الحكومات السابقة وليس الحكومة السابقة فقط، فعندهم وجوه سياسية كبيرة وكوادر ومتخصصين يمكنهم أن يشتركوا خلالهم أن يشاركوا من خلالهم في الحكومة المستقبلية. وأرى أن طالبان قد تعلموا هذا الأمر من حكومتهم السابقة في التسعينيات الماضي، أنه لا يمكنهم أن يحكموا البلد بأمن وسلام لوحدهم أو أن يستفردوا بالقوة بالحكم والسلطة لوحدهم. طيب. فحكومة طالبان بلا مجاهدين تعني حكومة مجاهدين بلا طالبان، والتي أدت إلى سقوط في 96 من القرن الماضي. نعم. ولكن الآن طبعا الأعين متجهة أكثر صوب قيادات الحكومة السابقة، وأنا أريد أن أتعرف منك صالح غريب في الدوحة، عندما يقول عبد الله وحمد كرزي أن هناك محادثات منفصلة مع حركة طالبان متعلقة يعني بالنظام السياسي الجديد للبلد، ما المقصود هنا؟ نريد أن نفهم يعني هل سيعود هؤلاء إلى أي حكومة أفغانية جديدة؟ هذا الكلام إلى المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد في الأسبوع الماضي، الذي حدد في أنه سوف تكون هناك حكومة شاملة تحتوي كل الأطياف في أفغانستان، وبالتالي فإن هذه المناقشات التي تجرى في الدوحة بقيادة قطرية لاتفاق على شكل معين من أشكال تشكيل الحكومة في كابول، تضم قيادات من حركة طالبان والحكومة السابقة وغيرها من الأطراف كما ذكر المتحدث من كابول. أنا أعتقد الآن ما يتم الحديث حوله في الأبواب المغلقة سواء كان في الدوحة أو في كابول من خلال الجماعة ومن خلال الحكومة السابقة سواء كان السيد حامد كرزاي أو الدكتور عبد الله، أنا أعتقد هما قادرين على تشكيل حكومة تلبي طلبات المجتمع الدولي، كما جاء في التقرير أنه يعني صعوبة كما ذكر السيد بايدن وبريطانيا بوريس جونسون وغيرهم من الذين يتحدثون عن ضرورة الضغط على حكومة طالبان لتشكيل هذه الحكومة. حكومة طالبان تريد حكومة أو نظام حكم يعتمد على الشريعة أستاذ صالح، هل يقبل أقطاب الحكومة السابقة بهذا؟ الآن مصدر القوة ليس هؤلاء، إنما مصدر القوة عند حركة طالبان، هي التي تحدد شكل الحكومة وهي التي تحدد شكل الإمارة الإسلامية التي تقترحها. لكن أعتقد أن طالبان كون حركة محلية غير مؤدلجة من الخارج، أعتقد أنه هي قادرة الآن على فهم الدرس عما حدث في السنوات الماضية 20 سنة. نعم. أعتقد أنهما طيب.
يعني الغرب لن يستطع أن يطبق الديمقراطية التي طلبها منهم، ولكن إمارة إسلامية تختلف عن الإمارات السابقة التي حدثت، سواء كان بإبادة يعني مناطق في ترك أو حتى في أفغانستان، أو حتى الزي الذي تغير في المرأة عندما كانت المرأة ترتدي الشادر كما يقال عليه أو ما أعرف مسمى. يعني نحن في أيام أولية لا ندري إن كان كل هذا قد مضى بلا رجعة أم أنه سيعود وبقوة، ربما كل الاحتمالات مفتوحة ليس كذلك؟ سحر خميس عندما تقول طالبان إنها تريد أن تتبنى نظاما للحكم قد لا يكون ديمقراطيا بالمفهوم الغربي للديمقراطية، هل هذا مقبول في واشنطن؟ شكرا لكم على الاستضافة. بالفعل أمامنا الآن واقع مفزع ومرعب داخل أفغانستان. كل ما ترسله طالبان أحيانا من بعض الرسائل التي من الممكن أن نقول أنها بين قوسين رسائل تطمينية لمحاولة طمأنة الداخل والخارج بأنه لا عودة للأيام السوداء مرة أخرى، لا عودة لقهر المرأة، لا عودة إلى السيطرة التامة على الحكم، كل هذه الأمور رسائل تطمينية يقولون أنه لن يسمح لأفغانستان أن تصبح قاعدة مرة أخرى للإرهاب ولا انطلاق تنظيمات إرهابية أو مهاجمة الغرب. هذا شيء جميل، ولكن الواقع حقيقة ينذر بعكس ذلك تماما. هناك الآن بعض الانتفاضات ضد حركة طالبان في بعض الأماكن، هناك بعض المسيرات خرجت ضد حركة طالبان، بعضها وصل إلى العاصمة كابل وإلى أماكن أخرى قريبة بها، وللأسف الشديد استخدمت العنف، استخدم العنف واستخدمت القوة في التعامل مع المتظاهرين. فهذا أمر حقيقة يؤدي إلى نوع من أنواع التخوف الشديد من أن كل هذه الكلمات هي كلمات جوفاء ولا أساس لها من الصحة، لأنه الواقع الآن يقول أن طالبان مع الأسف الشديد هي اللاعب الوحيد والأوحد المتحكم في أوراق اللعبة داخل أفغانستان، خاصة على خلفية الانسحاب الأمريكي المتعجل والمتسرع والغير مبرمج والغير ممنهج. كان من المتوقع أن يتم هذا الانسحاب في شهر نوفمبر القادم، ثم أصبح 11 سبتمبر، ثم أصبح نهاية شهر أغسطس الحالي. مع الأسف الشديد الرئيس بايدن يدافع عن قراره بالانسحاب حتى هذه اللحظة ويلقي باللوم على آخرين. على طيب، ولكن إذا تحدثنا عن الحكومة تحديدا دكتورة، يعني ما هي الحدود الدنيا لشروط واشنطن هنا وبالتالي المجتمع الدولي لقبول حكومة أفغانية تشكلها طالبان إذا كانت من الآن تقول لن تكون ديمقراطية بالمفهوم الغربي للكلمة؟ نعم، وكما ذكرت طالبان الآن بالفعل بتغلغلها الشديد في المجتمع الأفغاني بصورة ربما كانت غير متوقعة من قبل واشنطن، وطبعا هذا فشل استخباراتي ذريع من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتنبأ بمدى قوة الحركة في الجراس روتس أي في الفئات الشعبية في المجتمع الأفغاني التي كانت أكثر بكثير مما كان متوقعا، أصبحت هي اللاعب الذي سيحدد بالفعل شروط اللعبة بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة شئنا أم أبينا. وأصبح هناك خط واضح أنه سيكون لديها استخدام للقوة وللردع في التعامل مع معارضيها، بمعنى أنها لن يكون هناك بالفعل حكومة بين قوسين تحمل الطابع الديمقراطي كما هو متعرف عليه في الغرب. هل معنى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي أوراق ضغط على الإطلاق؟ لا، بالطبع لديها بعض الأوراق، على سبيل المثال تجميد الحسابات الخاصة بالحكومة الأفغانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات حتى لا يسمح بوصول هذه الأموال. يعني مسألة أوراق الضغط هذه مثيرة للاهتمام بالفعل، بالذات الحديث عن المساعدات كما قال بايدن وقالت ميركل، ولكن يعني المحاور متعددة التي يمكن أن تلجأ إليها طالبان، من هذه المحاور التي تحاول أن تتصدر الواجهة فيما يبدو حاليا أنقرة. وسؤال لك مصطفى حامد أغلو، عندما يتحدث الرئيس التركي أردوغان أنه لربما يحدث اتفاق مع طالبان على غرار الاتفاق مع ليبيا في وقت سابق، يعني هل هذا يستند إلى مفاوضات بدأت بالفعل هناك ولو اتفاق مبدئي مع طالبان على ذلك، أم أنها فكرة تطرح الآن ولأول مرة؟ تحية لكم وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين. تركيا معنية أولا بالاهتمام بأفغانستان لأنها مهددة اليوم بهجرة لا شرعية، وهي في حالة لا تستطيع قبول أي عدد من اللاجئين الجدد. ايضا تركيا يعني هي الاكثر، يعني هي المؤهله اكثر لان يكون تتعامل مع الملف الافغاني، وربما تكون الدوله الاقرب لطالبان لكي تستطيع طالبان الانفتاح على الغرب. عندما يكون هناك انفتاح صيني على طالبان، وعندما يكون هناك تواصل روسي، وعندما تكون حتى امريكا التي حاربت طالبان
لا تريد أن تفرط بطالبان، فمن يعني من من الأولى أن تكون تركيا هي التي تفتح يعني قنوات التواصل مع طالبان. يعني ستكون بوابة مع للتواصل مع الغرب ككل تقصد؟ طبعا يعني أفغانستان مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وتركيا لها علاقات يعني قوية مع يعني حتى يعني أثناء الجهاد الأفغاني كما سمي ضد الاتحاد السوفيتي سابقا، وهناك علاقة يعني شخصية ما بين قلب الدين حكم الديار والرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يزور حكم الديار، كان يزور أنقرة سابقا، لذلك هناك قنوات تواصل، ولذلك أصرت تركيا على إبقاء اليوم الجيش التركي في المطار كابول. ولكن هذا ترفضه طالبان، من خلال لا يبدو أنها ستقبله، واعتبرته امتدادا للاحتلال الأجنبي. يعني اليوم عدم أو تجنب طالبان الاحتكاك أو التصادم حتى مع القوات الأمريكية، حتى مع القوات، وطمأنت حتى يعني البعثات الدبلوماسية بما فيها روسيا، هذا دليل على أن يعني الطالبان لا تعترض على حاليا على التواجد التركي. واليوم يعني إخلاء المواطنين الأتراك من خلال الطيارات التركية، هذا دليل على أن هناك نوع من التوافق الضمني على الأقل على اليوم بقاء القوات التركية في كابل. القنوات يعني هم يجلون حتى الأمريكيين والبريطانيين أستاذ مصطفى، طالبان لم تقف وتحل بين خروج الرعاية البريطانيين والأمريكيين، لكن هذا لا يعني أنها ستقبل باستمرار وجودهم عسكريا. اليوم عندما يتكلم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي ويطلب منه أن يكون هناك يعني نوع من إعطاء طالبان فرصة لكي تبدي حسن النية، وعدم يعني تقييم طالبان من خلال تاريخها الماضي ومن خلال الأقوال الماضية، إنما يجب النظر على الأفعال القادمة، هذا دليل على أن هناك ربما هناك تواصل، أو ربما هناك طلب من يعني تركيا أن تكون هي الواجهة أو هي المفتاح من أجل أن يكون هناك تعاون مع بقية الدول. القنوات يعني هناك من خلال المخابرات هي موجودة. لفتح إبقاء الباب مفتوحا ولو قليلا. حمزة حكيمي، هل بالفعل يعني هناك مؤشرات أن طالبان لا تريد أن يعني تقطع العلاقات بشكل قاطع مع الغرب ومع تركيا وما إلى ذلك، بدليل تسهيل خروج الرعاية من المطار ويعني الحديث بخطاب مختلف؟ هل تتصور أنه هذا يعني سينعكس بشكل فيه شمولية حقيقية لما يريده الغرب، الذي هو أيضا رغم أنه لديه مشكلة مثلا في أن يلجأ عدد كبير من الأفغان إلى الخارج وهو ما قد يهدد تركيا وأوروبا، ولكنه في نفس الوقت لديه على الأقل مجموعة قيمية يعني لا يستطيع أن يقبل بانتهاكها فيما يخص شكل الحياة وشكل الحكم في دولة كأفغانستان؟ أرى أنه هناك توافق بين طالبان والأمريكان في قضية إجلاء الأفغان المتعاونين مع أمريكا، وهو جزء من الاتفاق الأمريكي مع طالبان، لذلك نرى تعاون مسلحين من طالبان على أطراف مطار كابل في هذا الأمر. وأنا أرى أن تصريحات بايدن وغيره من مسؤولي الكبار في الحكومة الأمريكية وأيضا من الأوروبيين تشير إلى أنه الأمريكان والأوروبيون سيقبلون بالواقع الجديد الذي فرض نفسه على أفغانستان. وأنا كأكاديمي ومحايد في هذا الأمر أرى أنه على الغرب وعلى الأمريكان والأوروبيون إعطاء فرصة للطالبان وعدم الحكم عليهم بالنسبة لتجربتهم السابقة في الحكم، فالطالبان قد تغيروا وهم الآن الواقع الجديد لهذا البلد. طب وإلى أي مدى بالنسبة لطالبان المساعدات الغربية مهم أن تستمر وأن لا تنقطع؟ يعني ألا يمكن أن يعوض هذا بالتقارب مع روسيا أو مع الصين، أم أن لهذه الكتلة الغربية أيضا أهمية لا يمكن أن يتم تجاهلها؟
طالبان في المرحلة الأولى بحاجة إلى اعتراف دولي، إلى سحب اعتراف دولي، ولأجل هذا الاعتراف هم أبدوا مرونة أكثر من المتوقع في قضية الحريات وقضية حقوق المرأة، وهذه الأمور على الأقل قوليا يعني، ومن المبكر أن نحكم على كيفية عملهم الآن. أما قضية المساعدات فالشعب الأفغاني بحاجة إلى هذه المساعدات أكثر من طالبان كقوة تحكم هذا الشعب. فأرى أن الشعب الأفغاني بحاجة إلى هذه المساعدات، فالشعب الأفغاني يعيش أكثر من 57% تحت خط الفقر بعد 20 سنة مما يسمى بالديمقراطية الغربية التي حكمت أفغانستان. الشعب الأفغاني يحتاج إلى هذه المساعدات، فلذلك نرى هذه المرونة من طالبان على تشكيل الحكومة التشاركية والتوافقية بين جميع الفرق السياسية وقضية الحقوق والحريات، خصوصا حريات المرأة وحرية التعليم للمرأة وهذه الأمور، لأن طالبان يعرفون هذا الأمر أنه لا يمكنهم أن يحكموا بلدا غير معترف في حكومة غير معترف بها عالميا، وحكومة لا يمكنها أن تحصل على المساعدات، وحكومة تقابل العقوبات خصوصا العقوبات المالية والاقتصادية على هذا البلد. طيب لنتعرف على مدى أهمية هذه الجزئية الإنسانية من سحر خميس، هل واشنطن تفكر بالفعل أنه قطع المساعدات سيضر بالمواطن الأفغاني ليس بمن هم في سدة الحكم؟ لأن بينما نحن نتحدث اليوم فعلا يعني في أكثر من دولة في العالم تعاني من عقوبات أمريكية، طبعا يدفع فاتورتها المواطن العادي ولا تبالي العواصم الغربية بذلك. مع الأسف الشديد يعني الأولويات لواشنطن أصبحت واضحة للغاية، أن هناك انكفاء على الداخل الأمريكي، هناك اهتمام فقط بأرواح الأمريكيين في المقام الأول، حتى إذا اختلف الخطاب السياسي أو الدبلوماسي عن ذلك، وكان هناك حديث عن المواطن الأفغاني وحتى عن المتعاونين الذين ساعدوا الحكومة الأمريكية على مدى 20 عاما في أطول حرب الولايات المتحدة الأمريكية كمترجمين ومساعدين وغيرهم، هناك الآلاف ما زالوا حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها يسعون بشكل حثيث للخروج من أفغانستان، ولم يمكن حتى الآن إخراجهم من أفغانستان. كل هذه أمور تدل على أن مع الأسف الشديد المواطن الأفغاني أو حتى هؤلاء الذين تعاملوا مع الحكومة الأمريكية ليسوا على رأس قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اهتمام بالمواطن الأمريكي والمصالح الأمريكية بشكل واضح وسافر. فللأسف الشديد ليس لدي يعني نوع من التفاؤل في أن هناك بالفعل وضع في الاعتبار حقيقة صالح أو مصلحة الشعب الأفغاني على المدى القصير أو على المدى الطويل، وإن كانت الكلمات الرنانة أو الكلمات البراقة أحيانا عكس ذلك. لكن دعيني فقط أعود لنقطة هامة، وهي عندما تحدثت عن المساعدات أو عن تجميد أرصدة الحكومة الأفغانية لدى واشنطن، ليس هذا هو الكارت الوحيد، ولكن هناك أيضا التنسيق مع حلفاء دوليين للولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي في ناتو في عواصم غربية تخشى الآن من تدفق آلاف اللاجئين من أفغانستان، وطبعا هذا يزيد من الحمل أو من يعني الصعوبات التي تواجه هذه الدول من حيث استقبال مهاجرين جدد وأيضا أعباء اقتصادية تقع على كاهلهم. فقد يكون هذا أيضا محور آخر هام تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية عملية تنسيقية وقد تستخدمه طالبان، يعني مسألة أن تضبط الحدود الآن من أوراق الضغط التي هي في جعبة طالبان ضد الغرب، أليس كذلك؟ نعم، ودعينا أيضا نوضح نقطة هامة، أن هذا الانسحاب الأمريكي المتعجل والغير مدروس كما ذكرنا سابقا يفتح الباب أمام ثغرات أمنية وعسكرية كثيرة جدا، بعضها ستستفيد منه شئنا أم أبينا، تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وغيرها برغم تطمينات طالبان، ولكن الواقع سيشير إلى عكس ذلك في رأيي الشخصي. وهناك أيضا استفادة لدول أخرى، روسيا والصين على رأس القائمة الآن مستفيدتان بشكل كبير وواضح بالتأكيد، وسيتضح أكثر وأكثر مع مرور الوقت لملء الثغرة والفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية هذا الانسحاب الذي من الممكن أن يعتبر فضيحة حقيقة للسياسة الخارجية الأمريكية بكل معنى الكلمة مع الأسف الشديد، وأدى إلى انتصار. طيب وعلى ذكر الفراغ والمساعدات والتي قد تتأخر أو لا تأتي أبدا، السؤال لك صالح غريب، هل يمكن لدولة كقطر أن تتدخل لملء هذا الفراغ وأن تمد الحكومة الجديدة أيًا كان الشكل الذي ستستقر عليه بالدعم المادي الذي سيحدثه فراغ وغياب هذه المساعدات الغربية؟
تعليقا بس بشكل سريع على الدكتورة سحر، يفترض الولايات المتحدة الأمريكية تجمد أموال التي سرقها الرئيس أشرف غني، وشاهدنا الفيديوهات التي لم يتمكن نقلها في طيارته. فيما يتعلق بقطر، قطر سوف تقدم الدعم للحكومة الأفغانية أيا كانت حكومة، سواء كان حكومة طالبان أو غيرها، وهي منذ القدم ظلت تدعم أفغانستان لكي يصل إلى ما وصل إليه. نعم، ولكنها الآن يعني تبدو وكأنها قريبة من أقرب من جارات خليجيات على الأقل لقيادي طالبان، أليس كذلك؟ يعني هل من المصلحة القطرية الآن دعم هذا النظام الوليد الذي يعود للحكم الآن وعدم السماح بانهياره بسبب أن الغرب لديه تحفظات عليه؟ لا، لو تابعت التحركات الأخيرة التي تمت قبيل سقوط كابول، كان هناك يعني زيارات للشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري إلى عدد من الدول، ولعل بالأمس عندما اتصل الرئيس الأمريكي بايدن مع صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كان هناك اتفاق حقيقة على أن تستمر قطر في دعم، أولا في إجلاء من تعاملوا مع الأمريكان، ويعني استمرت قطر تنقل هؤلاء إلى أماكن يستقر فيها، سواء كان الأطفال الذين يتم نقلهم وغيرهم من الذين يحتاجون إلى الخروج من أفغانستان، على اعتبار أنهم حياتهم قد تكون في خطر، وبالتالي لأن تعرفين هذول الجواسيس ومتعاونين مع الجيش الأمريكي. أما فيما يتعلق بقطر حقيقة، هي سوف تدعم الحكومة، سواء كانت مثل ما قلت، سواء كان لحكومة طالبان أو حكومة مشتركة من الحركة طالبان أو من الحكومة السابقة، لأنه في النهاية الهدف هو الشعب الأفغاني الذي نشاهده حقيقة، يعني ومع الأسف أنه هذه الحكومات السابقة لم تدعم المواطن، ولعل ما ذكر الدكتور من كابول خط الفقر عند في أفغانستان كبير جدا، الأموال التي شاهدناها تسرق من أفغانستان كانت كافية بأن تجعل أفغانستان يعني هذه المقاطع ليس لدينا أخرى. طبعا تأكيد على صحتها، وأنت تذكرها وتشير إليها مرة ومرتين على عهدتك أستاذ صالح غريب. مصطفى حامد أغلو، أريد أن أسأل بخصوص الاتفاق التركي الليبي الذي استشهد به رجب طيب أردوغان. يعني سمعنا كثيرا من الجانب التركي أن هذا هو الاتفاق الشرعي الوحيد، لأن الحكومة حينها حكومة الوفاق الوطنية كانت تتمتع بشرعية دولية، وكانت الحكومة التي ترعاها الأمم المتحدة، هذا صحيح 100%. الآن يعني هل يغيب معيار الشرعية الدولية هذا وتتراجع أهميته عندما يتحدث تركيا عن رجب طيب أردوغان عن طالبان التي لا تتمتع بأي شرعية من المجتمع الدولي حتى اللحظة، وبكل تأكيد ليس من الأمم المتحدة؟ اليوم وجهة النظر التركية وخاصة يعني وجهة النظر الحزب الحاكم أننا سنتعامل مع الذي يحكم أفغانستان اليوم، وهذا تصريح اليوم يعني من أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، أن تركيا ستتعامل مع الذي يحكم أفغانستان اليوم بغض النظر عن مسمى أو اسم هذه الجهة، وطالبان أو غير طالبان. وربما أيضا هذا ينسجم مع وجهة النظر التي تكلم عنها ضيفكم من قطر، وتركيا وقطر اليوم بينهما تنسيق كامل باتجاه كثير من المواضيع التي تهم المنطقة. أيضا يعني رجب طيب أردوغان متقدما عن بقية الحلفاء في الناتو الذين هم متحفظون للغاية ويقولون سنحكم على طالبان بأفعالها وليس بأقوالها، وبهذا الخطاب المستنير الذي يبدر عنها. تركيا وقطر متقدمتان، أليس كذلك مصطفى حامد أغلو؟
نعم، لأن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قال منذ البداية أننا كوننا كدولة يعني مسلمة، وأيضا يعني المذهب يعني بين قوسين المذهب السني، نحن الأقرب إلى التفاهم مع طالبان. طالبان لها خلافات مع إيران، ولها خلافات مع روسيا ومع الصين ومع أمريكا ومع الدول الأوروبية. فتركيا صراحة، تركيا وقطر هما الدولتان المؤهلتان، يعني دولتان مسلمتان، ولكن التناحر الداخلي الأفغاني هي وبين فصائل مسلمة كلها، وهذا ما يجعل هناك واجب ويعني يعني مسؤوليه على قطر وعلى تركيا. واظن تركيا تحاول ان تلعب هذا الدور، واظن ان المساعدات الاولى ستصل من قطر ومن تركيا. تركيا اليوم جاهزه لاستقرار افغانستان، وهي ستتعامل مع كل الاطراف، وهذه هي السياسة التركية التي يعني تجيد يعني التعامل مع كل الأطراف وإن كانت متناحرة بنفس البلد. أظن أن تركيا لذلك أصرت على بقاء اليوم الجيش التركي هناك، ولم وهذا البقاء ليس إن جاء من نتيجة مفاوضات وتواصلات مع حركة طالبان في قطر. أشكرك من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور مصطفى حامد أوغلو، أشكر ضيفنا من الدوحة الكاتب الصحفي المحلل السياسي صالح غريب، وأشكر ضيفتنا من واشنطن الدكتورة سحر خميس أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند، وأشكر من كابول الدكتور حمزة مؤمن حكيمي أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة سلا.